كوميك كون عبارة مختصرة باتت تمثل عالما يجمع الملايين من هواة أفلام الحركة وقصص الأبطال من حول العالم. المهرجان يعرض في أكثر من عاصمة عالمية، وتستضيفه حاليا العاصمة الفرنسية باريس في نسخته الرابعة. لمدة 3 أيام يحضر عشاق هذا النوع من الفنون من مختلف أنحاء فرنسا، بل ومن بعض الدول المجاورة، لمشاهدة شخصيات الكوميكس المحببة لديهم، بداية من أفلام ستار وورز ورجل الحديدي أو أيرون مان وفريق الانتحاريين المعروف بسوسايد سكواد، بالإضافة طبعا للأبطال التقليديين مثل سوبرمان والرجل الوطواط باتمان. رواد المعرض يمكنهم تبادل الأحاديث والأراء وحتى النسخ النادرة من مجلات الكوميكس أو التذكارات المعروفة خلال مشاركاتهم في المعرض، كما يلتقون مع بعض العاملين في كتابة وإنتاج هذا النوع من الأدب الشعبي، سواء خلال نقاشات أو أنشطة ترفيهية. ويمكن للحاضرين أيضا اختيار أزياء مماثلة لتلك التي تستخدمها الشخصيات المشهورة في هذه الأفلام، وبرز بشكل خاص هذا العام شخصيتان هما هارلي كوين التي تحولت من طبيبة نفسية تعالج المجرم الشهير الجوكر إلى مجرمة عاشقة له في فيلم سوسايد سكواد، بالإضافة للشخصية الأحدث في عالم الكوميكس وهي شخصية فينوم التي حققت إيرادات كبيرة في دور العرض في فيلم من بطولة البريطاني توم هاردي. طلعت موسى، العربية.